السؤال رقم 16 Skier starts from rest and slides down a 30 degree incline. 30 degree incline سطح مائل وزاوية 30 درجة والانطلاقة من السكون. 280 meter long. هذا إذن المسافة التي سوف يقطعها. Okay, أو displacement. Ignore friction and air resistance. إذا ليس هناك احتكاك سواء كان من الثلج أو من الهواء. The time in seconds taken by the skier to reach the end of the slope. إذا المطلوب الفترة الزمنية لقطع هذا المسافة هذه 280 متر. إذا تطبيق مباشر للسطح المائل. إذا لدينا تسارع ثابت اللي هو جي ساين تيتا. هذا الشخص هذا تحت تأثير وزنه والقوى المعامدة، والوزن هو الوحيد الذي يعطي مركبة في الاتجاه الحركة لاتجاه سطح المائل، والقيمتها هي جي ساين تيتا. أوكي، لأنه هناك تسارع إذا موجب. اوكي، اذا المحور الاكس سوف يكون الى اتجاه النزول، والتسارع هو ايضا في اتجاه النزول. اذا هناك تزايد في السرعه. السرعه البدائيه صفر، السرعه النهائيه عفوا السرعه النهائيه التي لا ندري قيمتها. الانطلاقه سوف تكون من الصفر، والوصول سوف يكون على الاكس هذا. من معادلة الـ X ممكن نستخرج الزمن المستقطع. أوكي، إذن X هو نص التسارع T تربيع زائد سرعة البدائية T وهذا صفر، زائد X نوت وهذا صفر. أوكي، إذن X هو نص التسارع هو G sin theta ومضروب T تربيع. نستخرج T تربيع من المعادلة، والتطبيق العددي أمامنا 2X 280 متر تقسيم G sin theta. sin 30 هو النص. أوكي، والنص مع 2 هذا يعطيني 4، وفي الحاسوب هذا يعطيني إذن تقريبا 10.7 ثواني للوصول إلى الأسفل. لو أردت مثلا في هذا التمرين كإضافة، لو أردت السرعة النهائية لدي طريقتين. الطريقة الأولى هي استعمال معادلة السرعة. إذن V السرعة النهائية تساوي التسارع G sin theta مضروب بT اللي حسبته هنا زائد السرعة البدائية اللي هي V naught. اوكي، اذا عندي كل عندي اي عندي تي وعندي في نوت. اذا ممكن نحسب السرعه النهائيه. هناك طريقه اخرى وهي استعمال المعادله الاضافيه. المعادله الاضافيه هي في تربيع اللي هي المطلوب ناقص في زيرو تربيع اللي هي صفر يساوي 2 اي دلتا اكس. دلتا اكس هو هذا، هو اكس ناقص اكس نوت وهذا 280، واي هو جي ساين تيتا. اوكي، اذا 2 مضروب بجي ساين تيتا مضروب ب 280 هذا يعطيني في تربيع، ونخرج اذا الجذر التربيعي للقيمه هذه ونتحصل المفروض نتحصل على نفس القيمه. اوكي، ما يكونش هناك فرق في السرعه النهائيه باستعمال الطريقتين.